يسعد صباحك وصباحنا، بنسمة تنعش أرواحنا، ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية. بعتني أقول لك فرحة وخير، وآية فيها حب كبير، وترنيمة يا للمزامير، في آية وترنيمة يا آية وترنيمة يا آية وترنيمة يا الله معايا. أهلا بيكم أحبائي المشاهدين، ويوم جديد ومن جديد وحلقة جديدة من برنامجنا آية وترنيمة. كلام النهاردة بتاع مزمور 116 عدد 1 و2 بيقول حاجة مهمة. مزمور 116 عدد 1 و2 بيقول أحببته. يلا تعالوا نحفظ سوا. أحببته، بيقول كده كاتب المزمور، أحببته لأن الرب يسمع صوتي تضرعاتي. أشكرك يا رب، لأنه أمال أذنه إلي فأدعوه مدة حياتي. مزمور 116 1 و2. يلا نقول تاني. أحببت لأن الرب يسمع صوتي تضرعاتي، لأنه أمال أذنه إلي فأدعوه مدة حياتي. مزمور 116 عدد 1 و2. مين يا عم المرنم اللي مفرحك كده قوي وحاسس إنه يعني هو ده اللي لازم يكون، إنه الإله بتاعي بيسمع صوتي، أنا حابب ده قوي، عجبني ده قوي، أنا مبسوط مرفوع متشجع لأن الرب يسمع صوتي وتضرعاتي. ومش بس كده، لأنه أمال أذنه إلي. طب النتيجة، فأدعوه مدة حياتي، كل طول ما عايش أرنم لإلهي ما دمت موجوداً، أفضل أسبح لإسمه وأفضل أشكره، أدعوه مدة حياتي. أدعوه يعني إيه؟ أدعوه مش هي أن الواحد يرفع إيديه كده يقول له اللهم، لا مش دي أدعوه. أمال أدعوه يعني إيه؟ أستحضره، أقول له اتفضل. أدعوه مدة حياتي، أدعيه إلى حياتي نفسها، أقول له يا رب تدخل في أموري، يا رب من فضلك ابقى في حياتي، تواجد في عمري، تواجد في تصرفاتي، في كلامي، في أفكاري. أدعوه مدة حياتي، وفي نفس الوقت أتكلم عنه طول مدة حياتي، أشهد عن أمانته، أحكي عن عظمته، أتكلم بشهادة حقيقية عن ما صنع بي الرب ورحمني فيه. والنهاردة ببساطة شديدة جدا كلام المزمور بيقول حاجة واحدة، أنت يوم ما تحب أنك تفرح بأمر من الله، افرح لأن الرب بيسمع صوتك وتضرعاتك. تقدر النهاردة تقول إنه يميل أذنه ويسمع لصلاتك. يا بخت كل إنسان حاسس بهذه الجميلة. اوعى في مرة من المرات تقول ربنا ما بيسمعش صلاتي، اوعى تقول كده، لأنه ده أمر بيحزن روح الله فينا جدا، لما يحسسنا العدو إن ربنا هيسمع مين ولا مين ولا مين. الكلام ده كلام سلبي وبيضع العدو بكثرة. الله بيسمع حتى أنين الأسير. عارف يعني إيه أنين؟ يعني حتى الأنة اللي ما بتتقلش، اللي ما بتتسمعش أحيانا غير للإنسان المحصور والمنحصر والتعبان، الله يسمع أنين القلب. الله يعرف حتى من لا كلام، هو يشعر بنا، يحس بينا وفهمنا كويس قوي. عشان كده النهاردة أشجعك بهذه الآيات الجميلة، أحببت لأن الرب يسمع صوتي تضرعاتي، لأنه أمال أذنه إلي فأدعوه مدة حياتي. تعال النهاردة نديله مكانه ومكانته في حياتنا. تعالوا نقول له النهاردة عايزين نعيش لك ونخلص لك. تعالوا نقول له النهاردة تستحق أنك تاخد المجد والكرامة في حياتنا، فأدعوك مدة حياتي، أسبحك وأعلنك، ولما تيجي عندي حياتي فيها مشاكل أو أمور صعبة أدعوك وأستدعيك تيجي تدخل إلى هذه الحياة، تصنع يا رب أمور مجيدة، تشفي، تقوي، تعزي، ترفع، يا رب تبارك. أشكرك جدا لأنك موجود للمسكين أيضا، لك السجود. تعالوا نروح نرنم سوا.
يا رب أشكرك لأنك بتسمع صوتي ودعائي، تسمع تضرعي، بتميل أذنك ليا وتستجيب. تشكرين يا رب، حتى لو مسكين كل الناس لا تنتبه له، أنت يا رب بتسمع صوته. هذا المسكين صرخ والرب استمعه. بارك كل الكلام اللي هنرنمه عشان يكون بركة لكل اللي بيسمع وبيرنم معايا. أحببت أن سيدي يسمع صوتي ودعائي ويستجيب طلباتي، فهو مخلصي رجائي. أملنا أحوي أذنه، لذاك أدعو أنا مدة عمري كلها، فهو الإله ربنا. الرب صديق قوي، كذاك حنان أمين، حافظ كل البساطة، مخلص المتضعين. يا نفسي قومي وارجعي إلى مكان راحتك، إليك أحسن العالي، عودي إذن لنعمتك. أنقذت نفسي سيدي من شر موت وقلق، وقد مسحت أدمعي، حفظتني من الزلق. في موطن الأحياء أنا أسلك قدام الإله، مخبرا بفضله، مسبحا طول الحياة. آمنت بالحق الجلي، لذاك فهت ناطقا، وقد تذللت أنا ذلا شديدا فائقا، وقلت عند حيرتي لا أرتجي إلا الإله، كل سواه باطل ولا رجاء لي سواه، كل سواه باطل ولا رجاء لي سواه، كل سواه باطل ولا رجاء لي سواه. ربنا يديك يوم طيب وجميل. يسعد صباحك وصباحي بنسمة تنعش أرواحنا، ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية. سمعت في الآية إنجيل، فرحان معايا بالترتيب، يملى حياتك بالتهليل، يومك بخير طيب. ربنا يدينا يوم طيب وجميل.